السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 29/9/2021 في مصر. استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه شراء، 15.76 جنيه للبيع. وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع. واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة والعربي الإفريقي والتجاري الدولي وكريدي إجري كول والبركة وقناة السويس عند 15.66 شراء، 15.76 للبيع. وبقي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ثابتا عند 15.68 جنيه و 15.76 جنيه. شكرا لكم، أتمنى لكم الخير والسعادة. المصدلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.